أحوال مصرية. تستعد أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة الموارد المائية والري لاستقبال موسم الشتاء هذا العام، خاصة ما يتعلق بالسيول، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في حوار الزميل عاطف عبد الشافي. الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، رفعت وزارة الري درجة الاستعدادات القصوى لحماية البلاد من أخطار السيول. ما هي استعدادات وزارة الري لحماية البلاد والممتلكات من مخاطر السيول؟ حضرتك تعرف ان احنا طبعا في الفترة اللي فاتت ديت دايما من بداية شهر 10 بنرفع درجات الاستعداد لاستقبال موسم السيول. نعم. واحنا كوزارة عامة سواء مصلحة الري او مصلحة الميكانيكا والكهرباء لدينا استعدادات خاصة، لان زي ما انت حضرتك عارف احنا داخلين على فترة سيول. فترة سيول معناها ان امطارها تنزل على الاراضي وعلى سواء اراضي زراعية او طرق، وبالتالي لابد تكون المصارف بتاعتنا والترع جاهزة لاستقبال ده. محطات الترمبات بتاعتنا من قبلها بنكون عاملين استعدادات بتاعتها، واستعدادات بنبقى زي ما بقول لحضرتك دايما احنا في محطات الري عندنا اقصى الاحتياجات بتاعتنا في الصيف، فبنبقى فترة الشتاء بنبقى في فترة الراحة بتاعتها. محطات الصرف زي في منطقة غرب الدلتا كده بتبقى فترة الذروة بتاعتها في فصل الشتاء، وبالتالي احنا بنعمل لمحطات الصرف الصيانات بتاعتها في فصل الصيف، محطات الري بنعمل لها الصيانات بتاعتها في فصل الشتاء. نعم. زي ما حضرتك عارف الامطار والسيول ديت حاجه يعني في علم الغيب، في علم يعني في يعني حاجه احنا ما نعرفهاش، لكن طبقا بقى للنماذج الرياضيه الجديده والبرامج الجديده ومشروعات التنبؤ بالامطار عندنا بقى في الوزاره دلوقتي مركز للتنبؤ بيعرفنا قبلها بثلاث ايام، بيؤكد المعلومه الاكيده قبلها بثلاث ايام. نعم. ان في امطار هتنزل، وبالتالي احنا اصلا زي ما بقول لحضرتك من شهر 10 بنبقى رافعين درجه الاستعداد. اول ما هو بيقول بقى كمان قبلها بثلاث ايام ان في امطار حقيقيه ونازله وهتنزل في المناطق الفلانيه وكميتها قد كده وتستمر قد كده. نعم. بتترفع درجه الاستعداد للدرجه القصوى اللي بيها ان احنا خلاص احنا جاهزين. الزملاء بتوع الري بيمنعوا المية تخش في المناطق اللي ينزل فيها السيول، او بيقللوها بقدر الامكان للاستهلاكات مية الشرب مثلا والاستهلاكات لمحطات الكهرباء. احنا كمحطات زي ما بقول لحضرتك بنبقى رافعين درجة الاستعداد من قبل الموسم. احنا عندنا مناطق بتبقى عارفين ان محطات ترمبات الصرف الزراعي ديت مصممة عشان مية الصرف الزراعي اللي بتيجي من الأراضي الزراعية. المطر وبعض محطات الصرف الصحي أصبحوا دخيل علينا ما كانش معمول حساباتنا، وبالتالي بعض المناطق عندنا اللي بيحصل فيها ازدحامات أو حاجة زي كده زي منطقة بتاعة محطة القلعة أنشأنا هناك محطة كاملة متنقلة اللي بيها قد قدرة المحطة القائمة، بحيث إن أنا أخش موسم الشتاء ما عنديش أي مشكلة في المحطات. الزملاء بتوع الصرف في وزارة الري عاملين عندنا جميع الصحارات بتاعتهم بيطهروها، المصارف بتاعتهم لو في مناطق محتاجة تقويه جسور، جزء الخارج أو الطرد بتاع المصارف للبحيرات أو للبحر بيتطهر ويبقى جاهز الاستعداد لأي كميات مية ما يحصلش ازدحامات في المصارف أو ترتفع المية فيها اللي بيها تغرق الجسور بتاعة المصارف أو حاجة زي كده. فهم عاملين حساباتهم إن من قبلها بيكونوا أي مناطق فيها ضعف، أي مناطق متوقع فيها ارتفاع المية بيكونوا مستعدين من قبلها. غدا